السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم سلطان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم بيتزا اللي كتجي زوينة بهذه الطريقة. كتجي العجين رطبة بلا حليب بلا زبدة بلا دانون مسوس، هذه هي الطريقة ديالها الأصلية وكتجي زوينة بزاف ورطبة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، غادي تنال الإعجاب ديالكم. كنحتاجو فيها جوج كيسان ديال الدقيق، كاس ديال الفينو او السميد الناعم، كاس ونص ديال الماء دافي، معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، الملح كيبقى على حسب الذوق، والزعتر ولا زعتره، وربع كاس ديال زيت العود ولا ثلاثه المعالق كبار. كناخد شي اناء وكنضيف فيه جميع العناصر، والنص كاس اللي عندي غادي نضيفو على سنيده والخميره باش يتفاعلوا لينا. ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. هذه الطريقه الصحيحه بلا دانون بلا الزبده وكتجي رطبه. غير تبعوا معايا المراحل وغتبقى هي المعتمده عندكم، تبقاو ديما ديروها وغتنجح معكم من اول تجربه. صافي، من بعد ما تفاعلت معايا الخميره وسنيده غادي نضيفو مع الخليط وغادي نجمع بكاس ديال الماء. خاص العجينه تكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه بزاف باش تنجح معانا. غادي نبقى نضيف داك الكاس بشويه بشويه. واخر حاجه غادي نضيفو زيت العود، ما تضيفوش في الاول. من بعد ما نجمعها غادي نحطها على سطح العمل وغادي ندلكها شويه وخليوها خفيفه شويه. غيتبعوا معايا هاد المراحل. غديروا جوج كيسان ديال الدقيق في كاس ديال فينو وكاس ونص ديال الماء، والدقيق كيختلف عاود من دقيق لدقيق. صافي غادي ندلكوها شويه. من بعد ما خلطها مزيان غادي نضيف زيت العود وندلكها مزيان حتى يدخل ليها زيت العود، ميبقاش باين. شتي لاباط كتجي رطبه بزاف، كتجي لذيذه. صافي غادي نحطها على سطح العمل وغادي ندلكها، وخا كتلصق شويه ماشي مشكل باش تنجح معانا العجينه وما تجيناش قاصحه. صافي كنديها ونجيبها. صافي كناخد شي اناء اللي غنخليها تخمر فيه، غادي نضيف له شويه ديال زيت العود ونخليها تخمر على الاقل ساعه. يا كل ما خمرات كل ما كتحصلوا على نتيجه اللي زوينه. خليوها ساعه كما كتشوفوا معايا انا هنا العشيه تقريبا خليتها شي ساعه وربع حتى ظلام الحال. عاد شكلتها،
صافي كتضيفوا لها شويه ديال زيت العود من الفوق، وكتدهنوا كتدهنوا الاناء بشويه زيت العود وتخليوها تخمر. صافي هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها غادي نحطها على سطح العمل ونخوي منها الهواء، وغادي نقسمها على جوج. خرجت لي هاد العجينه جوج بيتزات كيف ما شفتو في الاول. صافي غادي نقسمها على جوج، وغادي نستعين بالفينو ولا السميد الناعم. ممكن لكم ديروا سميده، ولا ما كانش ديروا غير الدقيق. انا كندير الفينو. صافي وغادي نخليهم يخمروا المره الثانيه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. من الاحسن تخليوهم يخمروا في اللاطه ديريكتومون اللي غادي تدخلوا الفران. من الاحسن تخليهم في اللاطه مع تيكونوا خفاف، باش كيخمروا ما كتصعب عليكم باش تهزوهم. صافي غادي نشكل ثانيه. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه كتكون رطبه بزاف، وغادي نخليوها تخمر. خليوها المره الاولى تخمر مزيان، كل ما خمرات كل ما كنحصلوا على نتيجه اللي زوينه. غادي نخليوها تخمر المره الثانيه. صافي وغادي ناخذوا لاطه ونحطوا فيها البابي كويسون. ما غاديش نديروا المدلك باش ما نخرجوش ليها الهواء كامل اللي فيها، باش تبقى لينا مفشفشه من الداخل. صافي كندير غير بصباعي بحال هكا، وكنجي حتى للاخير وكنخليها شويه مهزوزه باش كنحصلوا على داك الشكل ديال البيتزا الاصليه. بحال هكا كنوصل للخر وكنهبط يدي باش كتبقى ليا الجناب طالعه. ما كنتقبها ما والو، وما كنطيبهاش نص طيبه. الاولى غادي نعمرها بالطون، والثانيه غادي نعمرها بالكفته. صافي غادي ندير لاصوص طوماط. انا لاصوص طوماط كندير فيها مطيشه ديال الحك، معلقه كبيره مطيشه ديال الحك، وصلصه الطماطم اللي كتكون جاهزه ولا لاصوص طوماط. انا كنستعمل لا مارك ديال سوليس، كتجي زوينه. يمكن ليكم غير تحكوا مطيشه وديروا لها مطيشه ديال الحك. ودرت فيها شويه ديال الحبق مجفف وزعتر ولا الزعتر، ورقه سيدنا موسى وملح والابزار وشويه ديال التحميره. صافي وكنشحروها مع زيت العود، وكنضيف لها شويه ديال الماء باش كتخفف. كتجي زوينه بزاف. صافي كنضيف ليها لاصوص طوماط غير الوسط، ما كنضيفوش في الجناب اللي خلينا مهزوزين. الشكل ديالها يجينا بحال ديال المطاعم. صافي غادي ندير الفرماج غابي ولا فرماج محكوك. فهاد الوصفة انا استعملت غير الفرماج، ما كانش عندي لا موتزاريلا. الا كانت عندكم كان احسن، حتى هي تضيفوها كتعطي تعليكه زوينه. صافي غادي نضيف الفرماج، من بعد غادي نضيف زيت غادي نضيف الطون اللي غادي نكون صفيته من الزيت، وغادي نضيف نص حبه ديال الفلفل الاخضر اللي قطعته رقيق، والبصله قطعتها رقيقه باش طيب ليا. ما كنصوطيهاش بحدها، كنخليها طيب مع لاباط، غير قطعوها رقيقه كطيب. وكتسهل عليكم حتى العمليه ديال الطياب، ما تبقوش كل حاجه تصوطيوها، وكتجي لذيذه بزاف. صافي غادي نضيف الطون
صافي في هذه المرحله مشعل الفران سخون مزيان من الفوق ومن التحت. فاش كندخل البيتزا كنرجع الحراره 180 درجه وكندخل البيتزا ديالي الوسط وكنشعل العافيه غير من التحت، ما كنديروش الفوق باش ما تحرقش لينا دغيا، يتحمر الوجه ومن التحت تبقى خضراء. حتى كيتبان لينا من التحت طابت كتشوفوا تهزوها كتبان تحمرات شويه، كتشعلوا الفوق باش كي كتكمل الطياب ديالها، ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب. كيف ما كتشوفوا معايا البصله مقطعاها رقيقه كتجي طيبه. صافي غادا نضيف الفلفله حتى هي اللي قطعها رقيقه. يمكن لكم تستعملوا الالوان، انا كانت عندي غير الخضره. صافي وغادا نضيف الزعتر ولا زعتره من الفوق. والزيتون الكحل غادي نزوق به من الفوق. يمكن لكم ديروا حتى الخضر، كاين اللي كيدير فيها الزيتون الخضر بقطع رقيق. فوليها شامبينيو يا اما المعلب يا اما الفخي حتى هي كتجي زوينه. صافي اخر حاجه غادا ندير هي معلقه كبيره ديال زيت العود، كنضيفها على البيتزا صافي وكندخلها للفران كطيب على خاطرها. كنحك ليها حكه ديال الزعتره ولا الزعتر اللي متوفر. صافي خليت البيتزا الاولى كطيب وجيت وجدت الثانيه نفس الطريقه حتى هي درت ليها، غير هذه درت ليها الكفته والكفته ما كنطيبهاش كنخليها خضراء وكطيب ليا كتجي زوينه بزاف. لحقاش الكفته دغيا كطيب. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما قسمتها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، غادي تنال الاعجاب ديالكم وغتبقى هي المعتمده عندكم. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش كيف ديما ديروا ليا جيم وتبارطاجيو مع الحباب ديالكم، واللي ما مشتركش يشارك باش يوصلوا اي جديد. وبالصحه والراحه.